مبدئيا لمؤاخذة يا رجالة، اتأخرت في الجزء الجديد من الاس سي بي المرة دي، فرجعت لكم النهاردة بالجزء الجديد من الاس سي بي، وهيبقى طبعا تاني واخر فيديو اس سي بي في رمضان. فقبل ما نبتدي يا ريت تصلي على النبي، وكل سنة وانتم طيبين. يا اهلا وسهلا، ويلكم باك في الجزء السابع من منظمة الاس سي بي المرعبة. وبص يا رجولة، لو انت ما اتفرجتش على الاجزاء اللي فاتت فبجد صدقني انت فايتك جمال ودلال كتير، فتقدر تتفرج عليهم لما تخلص فرجة على الفيديو. بالسلامة ان شاء الله. ازيكم؟ معاكم عبد الله من قناه انفورميشن فور اول. باختصار شديد خالص، لو دي اول مره ليك تشوف تسمع فيديو ليا، يا ريت ما تنساش تعمل سبسكرايب جامد كده، ويلا نبدا الفيديو. عرفنا في الاجزاء اللي فاتت بكل اختصار كده عشان اللي ما شافش يعرف، ان منظمه الاس سي بي دي منظمه خياليه، دورها هو انها تبحث عن المخلوقات الخارقه للطبيعه اللي موجوده معانا في الارض وبره الارض كمان. بيحتجزوا المخلوقات دي لو قدروا يعني في حاويات بعيده عن البشر، وبعد كده يقوموا بدراستها. والمنظمه قسمت المخلوقات اللي عندها لاقسام كتير، منها 3 اقسام وهم المشهورين واللي بتكلم عنهم في كل فيديو، وهم القسم سيف، وده القسم اللي بيضم اي مخلوق مش بيشكل خطر مميت على البشر، واحتوائه ودراسته تعتبر سهله. والقسم الثاني هو القسم يوكليد، وده القسم اللي بيضم اي مخلوق بيشكل خطر محدود على البشر، واحتوائه ودراسته تعتبر صعبة إلى حد ما. وآخر وأخطر قسم من اللي فاتوا دول هو القسم كيتر، ده القسم اللي بيضم أي مخلوق بيشكل تهديد للبشر، واحتوائه ودراسته تكاد تكون مستحيلة. قبل أبدأ أتكلم عن المخلوقات بتاعت النهاردة، حابب أقول لكم على حاجة ممكن تكون مؤسفة شوية ليكم، وهي إن الفيديو ده حابب أجرب حاجة جديدة صغيرة كده، وهي إني هتكلم عن مخلوق واحد بس من كل فئة. عشان ما أكترش في الكلام، خلينا نبدأ الأول وبعد كده أوضح لكم السبب ليه عملت كده في آخر الفيديو. تعالوا كده مع بعض زي كل فيديو نبدأ نتكلم عن أول وأمن قسم، وهو القسم سيف، واللي هتكلم فيه عن كيان غريب وغامض هو الـ SCP 2295، واللي بيتسمى The Bear with Heart of Patchwork، واللي معناها الدب للقلب المرقع. وده عبارة زي ما انت شايف قدامك كده عن دب محشي بالقطن والألياف الصناعية، طوله 46 سنتي، ولو بصينا كده على الجنب الشمال هتلاقي ستيكر او تقدر تقول انها رقعة على شكل قلب ملزوقة عليه، وده بيخليه اسم على مسمى. طب ايه الغريب في الدب ده؟ وهل هو بيأثر على البشر ازاي؟ بص يا معلم، الدب ده طول ما هو بعيد عن البشر على بعد مترين على الأقل، هو كده مش هيظهر أي قوة شاذة وهيبقى زي قلته، إنما بقى لو حصل وحد وقف قريب منه على بعد مترين أو أقرب من كده كمان، هنا الدب ده هيظهر القوة الغريبة بتاعته، وهتستغرب منها دلوقتي لما اقول لك عليها. بس قبل ما اعرفك على القوه بتاعه الدب ده، لازم تعرف ان في شرط معين لازم يتوفر في الشخص اللي واقف قرب الدب ده، هو ان الشخص ده لازم يبقى متضرر في عضو معين، وغالبا مش لازم يكون متضرر في عضو، ممكن يكون متضرر نفسيا. ونفترض ان في شخص عنده ضرر في الرئتين وقرب من الدب ده على بعد مترين او اقرب، ساعتها الدب هيبدا ينشط ويطلع مقص من بقه بطريقه غريبه، وكمان هيطلع ابره وخيط من بقه برضه، وهيبدا ياخد اي قماش حواليه ويشكله على شكل العضو المتضرر عند الشخص ده، اللي هي الرئه على سبيل المثال زي ما قلنا من شويه يعني. والمنظمه سمت العضو اللي الاس سي بي ده شكله من القماش بالاس سي بي 22951. المهم بعد كده ان الشخص ده هيفقد وعيه فجاه، وبعدها العضو اللي الاس سي بي ده عمله هيتبدل بطريقه مجهوله مع العضو المتضرر عند الشخص ده، وبعدها الشخص ده هيفوق وهيبقى حاسس ان هو بقى احسن بكتير من الاول، ومفيش اي اعراض جانبيه، ده غير ان العضو اللي اتحط بدل العضو المتضرر الجسم بيقبله عادي، والانسجه بتلتحم مع بعضها تاني بشكل طبيعي خالص، ولا كان في اي حاجه حصلت. فنقدر بكل اختصار كده نقول ان الاس سي بي ده مش بيسبب اي ضرر للبشر، بالعكس ده بيساعدهم. وكمان حاجه تدل على ان الاس سي بي ده لطيف، ان هو قبل كده ساب رساله لشخص كان بتدل عضو من اعضائه بنفس الطريقه اللي قلتها من شويه. الرساله دي كان مكتوب فيها تمنياتي بالشفاء. حاجه كمان عايز اعرفها لك، وهي ان الاس سي بي 2295 لو ما لقاش حواليه اي قماش يصنع بيه الاعضاء او الرقعه دي، بياخد قماش والياف صناعيه من جسمه ويصنعها، ولازم يوفروا له اي قماش حواليه عشان يعوض القماش اللي خده من جسمه ده. وكمان الدب ده بيعوض الحشو اللي جواه، بحيث ان هو كل يوم بينتج 1 جرام من القطن، وتم احتوائه في خزنه معينه في موقع 37، مش مسموح لاي حد يعمل تجارب عليه غير الاعضاء من المستوى التالت او اعلى من كده بس. بكده خلصت فئه السيف، وزي ما انت شفت كده الكيان اللي اتكلمنا عنه ده كان امن بشكل كبير للبشر، كمان ما فيهوش اي حاجه مرعبه. تعال بقى نخش على الفئه اللي بعدها، واللي تعتبر اخطر وارعب من الفئه اللي قبلها، وهي فئه اليوكليد، اللي اتكلم فيها عن مخلوق غريب ومرعب هو الاس سي بي 973، واللي بيتسمى سموكي، واللي معناها مدخن. وحرفيا الاس سي بي ده من المخلوقات اللي شكلها يعتبر مرعب، وهتعرف ايه دلوقتي. ده عباره عن مخلوق بمظهر بشري، والمره دي هو مظهر بشري فعلا، حسن اللي قدروا ينجوا بحياتهم منه وصفوه ان هو راجل شرطي، باين عليه كده ان هو في اواخر الاربعينات من عمره، ولابس زي عسكري من السبعينات، ومعندوش شعر في راسه، اقرع يعني، وكمان عنده شنب، تقريبا بيبقى لابس نظاره شمس عشان يخفي عينه اللي هتعرف هي عامله ازاي كمان شويه. بس لازم اعرفك على حاجه كمان مهمه، وهي ان المخلوق اللي اتكلمنا عنه من شويه ده المنظمه سمته اس سي بي 9732. امال الاس سي بي 9731 ده عباره عن ايه بالظبط؟ بص يا سيدي، الاس سي بي 9731 ده عباره عن العربيه اللي الشرطي ده بيسوقها، وبرده اللي نجوا بحياته من المخلوق المرعب ده وصفوا ان العربيه دي باين عليها خدوش كتير والصدأ منتشر في اجزاء كتير من العربيه، ده غير الازاز بتاع العربيه اللي بيبقى باين عليه الكسر، وكان العربيه دي راجعه من الموت. وفوق ده كله العربيه
بتاعته شبه العربيه بتاعت الجنود في اوائل السبعينات. طب تعالى كده بقى مع بعض كده بكل هدوء نفهم الاس سي بي ده هو العربيه بتاعته بيعملوا ايه بالظبط. بص يا معلم، الاس سي بي 1 و2 مش موجودين غير في طريق معين في الولايات المتحده الامريكيه، واي حد حرفيا بيمشي في الطريق ده بالعربيه بتاعته بسرعه معينه غير محدده هيلاقي فجاه ان في عربيه شرطه وراه بتلحقه على بعد نص كيلو منه وماشيه وراه بسرعه شديده ومشغل صوت العربيه بتاعت الشرطه. ومش كده وبس، ده بيبعت رساله صوتيه بتشتغل بشكل تلقائي على الراديو بتاع العربيه اللي هو بيلاحقها، والمنظمه ما وفرتش اي معلومات عن الرساله الصوتيه دي بيتقال فيها ايه بالظبط. حرفيا المطارده دي هتاخد حوالي 6 دقائق او اقل من كده كمان، وبعدها العربيه باللي فيها هيقع ضحيه للاس سي بي ده، بحيث المنظمه ما عرفتش ايه اللي بيحصل بالظبط ساعتها. هل الشرط المرعب ده بيجبر اللي سايق العربيه ان هو يقف على جنب، ولا بينقل العربيه بتاعتهم بطريقه مجهوله للمكان اللي الاس سي بي ده بيطلع منه، بحيث لما المنظمه راحت للمكان ده عشان يستكشفوه لو عربيات كتيره متكسره هناك بطريقه تخليك تسال هو عمل ايه بالظبط في العربيه بتاعتهم. ده غير ان معظم العربيات اللي متكسره هناك بتلاقيها محروقه من جوه. طب وبالنسبه للناس اللي كانوا جوه العربيه دي حصل لهم ايه؟ اعضاء المنظمه لقوا ان المخلوق ده بطريقه غير معروفه قتل كل الناس اللي كانوا في العربيه دي، وقتلهم بطريقه بشعه ومرعبه، حيث لو 43 شخص هناك المخلوق ده شوه شكلهم وخرج اعضائهم من جوه بطنهم، وهم خمسه بس اللي قدروا ينجوا من المخلوق المرعب ده، والمنظمه محتجزين الخمس اشخاص دول عندهم، والناس دي لحد النهارده بيعانوا من صدمات عقليه وحالتهم النفسيه متدهوره. المنظمه حاولت انها تدي رد فعل وتحاول تحتجز المخلوق الغريب ده هو العربيه بتاعته، وراحوا في الطريق ده ومعاهم عربيتين، واحده هتبقى طعم عشان الاس سي بي ده يجري وراها، والعربيه الثانيه تبقى ورا الاس سي بي ده وجواها جنود عشان يقتلوه. بس اللي حصل عكس اللي كانوا متوقعينه خالص، بحيث ان الاس سي بي ده كان اسرع بكتير من اللي كانوا متوقعينه، وخد العربيه اللي هي كانت الطعم واتنقل في مكان تاني. ولما العربيه الثانيه اللي كانت وراهم مشوا ورا اشاره الجي بي اس لقوا ان الاس سي بي ده قتلهم كلهم واحد واحد. حاولوا يضربوه بالاسلحه اللي معاهم، بس حرفيا ولا سلاح منهم اثر عليه غير بشويه اضرار بسيطه خالص، واتبقى جندي واحد منهم بس هو اللي قدر ينجو منهم ورجع للمنظمه حكى لهم كل حاجه حصلت ووصف لهم شكله وشكل عينه اللي كانت عباره عن عينينه انه احمر وكانه شيطان، وبقه اللي كان لما يفتحه بيرعب اللي بيشوفه، بحيث بقه كان عباره عن فجوه سودة تماما ما فيهاش لسان ولا اسنان، عباره عن سواد قاتم. بعدها المنظمه قرروا ان هم يوقفوا اعضاء من عندهم في اول الطريق اللي الاس سي بي ده بيظهر عليه عشان ما حدش يسوق في الطريق ده ويغير مساره لطريق تاني، وتقريبا خطتهم دي بتنجح بطريقه مش كبيره قوي، بحيث ان الاس سي بي ده بيغير طريقه لطريق اقرب من الطريق الاساسي، كل ما يروح لطريق جديد بيتم قفل الطريق ده من طرف المنظمه. بكده خلصت المخلوق المرعب اللي كان في فئه اليوكليد. تعال بقى نخش على الفئه الاخطر والارعب من الفئتين اللي قبلها، وهي فئه الكيتر، واللي هتكلم فيها عن مخلوق غامض ومرعب هو الاس سي بي 3456 واللي بتسمى ذا اوركاديان هورسمان، واللي معناها الفرسان الاوركاديون. دول عباره عن مجموعه من المخلوقات المرعبه زي اللي انت شايفها قدامك دي، ومش معروف عددهم كام لحد النهارده. المخلوق ده عباره عن مخلوق عملاق على شكل حصان ملزوق في مخلوق بمظهر بشري، ملهوش رجلين انما هو نص جسمه ملزوق في الحصان ده بس. تعال الاول كده نعرف وصف الحصان المرعب ده. مبدئيا كده زي ما قلت من شويه ان هو عباره عن حصان بيبقى عديم الشعر، جلده غريب بحيث بيبقى باين عضلات جسمه وكأن لحمه هو اللي باين مش جلده. والأغرب من ده كمان إن حوافر الحصان دي بتتكون من ثلاث حوافر، وده مش شيء طبيعي. تعال بقى نطلع للمخلوق اللي لازق في الحصان ده، وده عبارة عن مخلوق غريب ومرعب بمظهر بشري وبرضه عديم الشعر وكمان عضلاته هي اللي باينة. المخلوق ده دراعاته طويلة بطريقة مرعبة بحيث من شدة طولهم بيجرهم على الأرض وهو ماشي، وغير ده كمان إن دراعه بينتهي بأصابع مش طبيعية لأنها مش صابع أساسا، إنما دي عبارة عن مخالب حادة. وش المخلوق ده شكله مرعب بحيث ليه أسنان حادة وعينيه شكلها غريب ومناخيره اللي مش موجودة أساسا، انا موجود مكانها فتحه شبه الهيكل العظمي للانسان، بس ما اظنش خالص ان هو بيشم بيها، وده لانه بيستخدمها في ان هو يطلع اصوات عاليه بتوصل شدتها ل 110 ديسيبل واكتر من كده كمان، وشده الصوت دي كفيله انها تدمر حاسه السمع عند الانسان. وحاجه كمان وهي ان في انواع من المخلوقات دي ممكن تلاقي مخلوقين اتنين فوق الحصان ده، والالعن من ده كله بقى ان الاس سي بي ده كله على بعضه كده بيوصل ارتفاعه 30 متر، ده حرفيا مخليه مخلوق عملاق بطريقه مرعبه. طب المخلوق نص حصان على نص انسان ده بيعمل ايه بالظبط؟ بص يا معلم، المخلوق ده طريقته في القتل او خطف الناس بالتحديد طريقه بشعة خالص، بحيث ان هو بيظهر في الاماكن اللي بتبقى فيها حروب وفيها مصابين كتير. زي ما قلت لك كده ان عدد المخلوقات المرعبه دي مش معروف، فبيبداوا يعملوا حاجه من ثلاثه. اول حاجه ممكن يتخفوا في الارض، بحيث ان هما بيتخفوا في الارض زي ما حصل قبل كده في الحرب العالميه الاولى، بحيث في الوقت ده كان معروف ان في اسطوره بتتكلم عن شيطان مرعب بيبقى بنفس مواصفات المخلوق ده، فعلا الشيطان ده ظهر لهم، بحيث المخلوقات الغريبه دي بدات تحفر في الارض بدراعاتها الطويله دي وتستخبى تحت الارض، وبكده قدروا يعملوا فخاخ للجنود، واي جندي يدوس على الارض دي يقوم الاس سي بي ده يمسكه بسرعه بايديه العملاقه دي. ومش بيكتفي بكده بس، انما ده بيخطف كمان شخص معاه، وبعدها بيبدا يختفي في الضلمه بطريقه غريبه. تاني حاجه وهي ان هما بيظهروا للاشخاص عين عينك كده، وحرفيا بيتلاعب بيك وبنفسيتك ويخليك مرعوب طول الوقت، ولو انت حرفيا شفته مش هيسيبك الا لما يخطفك ويختفي في الضلمه. وبالمناسبه المخلوق ده بيتعمد بيظهر نفسه لعدد اكبر من الناس، وكل ما عين شخص تشوفه فهو كده البقاء لله. تالت حاجه وهي ان المخلوقات دي بتمشي في الحروب وتلم الجنود المصابين وبرضه بيخطفوهم ويختفوا، محدش عارف بيحصل ايه بالظبط لما المخلوقات دي بتخطف الناس، وهل هما بيقتلوهم ولا بيعذبوهم ولا بيعملوا ايه بالظبط، ولحد النهارده مش عارفين بيروحوا فين لما بيختفوا. بس المنظمة
المنظمة اكتشفت نقطة ضعف المخلوق ده واستغلتها بطريقة كويسة. المنظمة اكتشفت ان الاس سي بي 3456 مش بيقدر يعدي المياه العذبة زي الانهار مثلا، وده تم اكتشافه من اعضاء المنظمة اللي كانوا موجودين في فرع من فروع المنظمة اللي كانت موجودة في العراق، بالتحديد في البصرة. ايوه زي ما انت سمعت كده، في العراق. المهم الفترة دي كانت فترة حرب في العراق، وكان الاس سي بي ده بيلاحق اعضاء من المنظمة وكانوا جنب نهر دجلة، وجات لهم اوامر ان هم يعدوا النهر بسرعة. اكتشفوا ان المخلوق ده ما قدرش يخط رجله على المية وما قدرش يروح لهم حرفيا، واستغلوا الموضوع ده في انهم يقدروا يعزلوا اي حد شاف وسط المخلوق ده في حاوي على قرب من النهر عشان المخلوق ما يقدرش يعديله ويخطفه. لحد النهاردة المخلوق ده والمخلوقات دي كلها مش قادرين يحتووها نهائيا، ولا زالت منتشرة في العالم، بس مش بيقدروا يعدوا الحدود الجغرافية للبلاد بسبب المية. والسبب في ان هم مش عارفين يعدوا المية ده يعتبر سبب مجهول لحد دلوقتي، والمنظمة كمان بتحاول تمسح اي روايات او اي قصص او اساطير عن المخلوق ده والكوارث اللي سببها وقت الحروب دي، وبيحاولوا يستبدلوها بقصص متفبركة بحيث يقولوا ان السبب في اللي حصل ده كله هم مجرد ناس طبيعيين هم اللي خطفوهم وخلاص. وكفاية كلام عنه لحد هنا عشان المخلوق ده ليه قصص واحداث كتيرة. بكده اكون خلصت الجزء السابع من منظمة الاس سي بي. قبل ما نخش في نهاية الفيديو بقى خلاص، عايز اعرفك على السبب اللي خلاني اتكلم عن مخلوق واحد في كل فئة. اول حاجة انا حبيت اجرب طريقة جديدة في عرض الاجزاء بتاعت المنظمة، وده لان بعضه كان قال لي اتكلم عن مخلوق واحد في الفيديو بحيث يبقى معاك كمية مخلوقات كتير تتكلم عنها، وكل مخلوق تتكلم عنه في فيديو منفرد لوحده، وبالتالي تعمل فيديوهات كتير عن المنظمة. بس انا بصراحة رفض الفكرة دي، بس مش بالمعنى الحرفي بالظبط، بس عشان مرفضاش خالص قلت اما اجرب اتكلم عن مخلوق واحد بس من كل فئة، وابقى كده قللت عدد المخلوقات اللي بتكلم عليها، وفي نفس الوقت ده بيزود من كمية الفيديوهات بتاعت CCB. سبب كمان هو اني ممكن اعمل نفس الفكرة دي في الفترة اللي هيبقى عليا فيها امتحانات، بحيث اجهز فيديو بنفس الطريقة دي بحيث يكون بسيط ومش مليان مخلوقات كتير، واسيبه عندي لحد ما الامتحان تبتدي وانزله وقتها عشان مبقاش قطعته خالص في فترة الامتحانات زي المرة اللي فاتت. وبس كده يا سيدي، ده كان الفيديو الجامد بتاع النهارده. ممكن ميبقاش جامد قوي بسبب ان هو قصير، بس عامه حابب افكرك ان المنظمه دي اقسم بالله منظمه خياليه، عباره عن قصص رعب متالفه بواسطه مؤلفين ومكتوبه بتفاصيل دقيقه خالص مع دمج الواقع بالخيال عشان تقدر تترعب وتحس ان الموضوع حقيقي. يا ريت بقى نتفاهم النقطه دي كويس، وما اشوفش بقى ناس بدماغ مكعبه بتكتب كومنتات يقولوا لي هو ده حقيقي ولا لا. المهم بقى ما تنساش تعمل لايك جامد يا اسطى عشان عامل تحدي المره دي اقوى من اللي قبله، وهو توصيل الفيديو ل 7000 لايك خلال اسبوعين اتنين بس. انا عارف انكم جامدين وهتقدروا توصلوا للعدد ده ان شاء الله. ما تنساش بقى تشير الفيديو لأي حد من أصحابك مهتم بالموضوع ده، وما تنساش تعمل فولو على الانستا، وياريت تصلي على النبي قبل ما انهي الفيديو، واشوفكوا الفيديو الجاي، مع السلامة.